هذا وقد شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن رفع القدرات والإدارة الاستراتيجية ونشر التميز الحكومي وتطوير الخدمات عن طريق المراكز التكنولوجية المتنقلة. أقالت وزارة التخطيط إن مذكرة التفاهم جاءت استكمالاً لجهود الدولة في مجال تحسين كفاءة وفعالية الجهاز الإداري بالدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أنها تساهم في تقديم الخدمات الحكومية بصورة متميزة وتوفير الخدمات وسرعة إجراءاتها بما يخدم جذب الاستثمار. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف كمال ريان، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ كمال، أهلا ومرحبا بك على شاشة دي ام سي. أهلا وسهلا أستاذ هيثم. أستاذ كمال، أهم ما دار في اجتماع الحكومة الأسبوعي. الحقيقة هناك ثلاثة ملفات رئيسية على مائدة اجتماع الحكومة الأسبوعي. الملف الأول هو متابعة سير العمل في مختلف المحافظات في المشروعات الخدمية والتنموية، خاصة ما يتعلق بتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، وده على ضوء الزيارات المستمرة الميدانية اللي بيقوم بها رئيس الوزراء للمحافظات المختلفة لتفقد سير العمل في هذه المشروعات. وطبعا كان آخرها زيارته بالأمس لمحافظة مرسى مطروح وواحد سيوة وتفقد سير العمل في هذه المشروعات. الملف الثاني هو متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هناك 22 قرار أو توصية توصل اليوم من مجلس الأعلى للاستثمار، وتم تكليف الحكومة بتنفيذها، وفي كل اجتماع بيتابع مجلس الوزراء تنفيذ عدد من التوصيات أو القرارات. هناك تعديلات تشريعية بتكون مطلوبة يقرها مجلس الوزراء، من المتوقع أن يناقش المجلس في اجتماعه المستمر حتى الآن عدد من التعديلات التشريعية في إطار تيسير الاستثمار وإتاحة الفرصة أكبر للقطاع الخاص للقيام بدوره التنموي. الملف الثالث سير العمل في برنامج الأطروحات الحكومية، ومتوقع أن رئيس الوزراء بعد اجتماع مجلس الوزراء هيتحدث في مؤتمر صحفي عن سير العمل في الأطروحات الحكومية. إحنا هناك 32 شركة مطروحة على مدار العام الحالي، متوقع مبيعات لا تقل عن ملياري دولار، فرئيس الوزراء هيستعرض يعني آخر تفاصيل ما تم التواصل إليه في برنامج الأطروحات الحكومية. نعم، كمال ريان الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.